انفكشن، المناعه ضد عدوى الديدان. لما يبقى في عدوى ديدان موجوده ازاي جسمك بيعمل مناعه ضدها؟ كل اللي احنا خدناه لغايه دلوقتي في منهجنا لحد شابتر 10 ده كنا بنتكلم عن المناعه ضد البكتيريا والفيروسات واي جسم غريب. في شابتر 11 بقى وعاوز اتكلم مع حضراتكم عن المناعه ضد الديدان، والمفروض الشابتر اللي بعدها هيتكلم عن المناعه ضد الخلايا السرطانيه. يعني هو كانه خلص كلام عن المناعه ضد البكتيريا وضد الفيروسات، فيبدا بقى نتكلم عن الحاجات الثانيه. هياخد مبدئيا المناعه ضد الديدان اللي هي الاميونيتي تول باراسيتيك انفكشن، ديدان وطفيليات الاثنين، وبعد كده هياخد المناعه ضد الخلايا السرطانيه، وبعد كده هتلاقيه بياخد المناعه لما تافور اللي هو الهارم اوف الاميون ريسبونس بكل امثلتها، وتلاقي المنهج خلص معاك بتاع الوسط. يعني هو بالنسبه لمنهج الوسط لحد شابتر 10 كان بيتكلم عن المناعه ضد بكتيريا وفيروسات واجسام غريبه ازاي بتحصل. في شابتر 11 بيتكلم عن المناعه ضد الديدان والطفيليات. في الشابتر اللي بعده بيتكلم عن المناعه ضد الخلايا السرطانيه. الشابتر اللي بعده هتلاقيه بيتكلم عن الاستجابه المناعيه الضاره وياخد انواعها بباقي الشباتر بقى. فاحنا حالا هنتكلم عن الاميونيتي تول باراسيتيك انفكشن اللي هو المناعه ضد الديدان. الشابتر ده يا جماعه مش مشروح كله، الشابتر ده متحدد منه حاجات، وبالتالي اللي احنا هنحدده بس هو اللي هيتشرح. الشابتر ده مش مشروع كله، مشروع حاجات معينه منه، زي ما اتقال في المحاضره طبعا ان هو اللي اتشرح بس هو اللي عليكم. فانا اشرح اللي اتقال في المحاضره. المحاضره كانت كلها اول انجلش اول ذا تايم، فسبحان الله والله لسه اسمع المحاضره عامل جايه الموبايل وقع مني والسماعه انكسرت ما سمعتهاش، ما سمعتش الانجليزي بس شفتها كلها طبعا، بس اللي هو ما جاليش فرصه ان انا اسمع الانجليش بتاعها، بس مش مشكله كنت اسمع الاكسنت بس انا قرات كل اللي مكتوب فيها. يعني اول عنوان مطلوب مننا هو الفاكتورز افكتنج الاميونيتي تول باراسايت. اول عنوان هو الفاكتورز افكتنج الاميونيتي تول باراسايت، وهنا الشابتر ده هيبقى رخم في حاجه واحده ان شاء الله فهمهولك كله، بس مشكلته في حاجه ان محتاج انك تكون عارف اسامي الديدان بتاعت النار، عشان الشابتر ده اصلا اللي شرحه قسم البار. يعني اللي شرح ده منهج، ده جزء البارا بتاع الموديول ده بار. هتلاقي انا عم اقول لك حالا الليشمانيا، الشيستسوما، السترونجلويدس، التراكيولس، اللارفا بتاع البلازيوم، حاجات اللي لسه عايز تذاكر، الديدان الشريطيه، التريماتود، الهيماتود. انا عم اقول لك الاسامي دي مطلوب منك حاجه صغيره بقى، ساعات ما اكد لك على اسم دوده انت لازم تعرفه. انا مش هقول اسم، مش هقول تفاصيل ديدان، فانا دي بتعمل كذا ودوره بتاعتها كذا، الاول بس اسم مش هقول اكتر من كده. حتى الترجمه كمان مش هقولها، هي الدوده اسمها كده، هو ده الديدان ما بترجمش، هي اسمها كده وخلاص. فهو الدوده هيجي لنا حالا اسامي ديدان كتيره، انا هحاول بس قدر الامكان اوضح لك المعلومات كلها، انما اسامي الديدان والتفاصيل ده كلام بره. اول حاجه بقول لحضراتكم، اول عنوان معانا نص صفحه 68، النص الفوقاني منها مش مطلوب مننا. هنبدا من اول فاكتورز افكتنج اميونيتي تو باراسايت. ايه العوامل المؤثرة في المناعة ضد الباراسايت؟ وكلمة باراسايت هتشمل الديدان والطفيليات. أول حاجة السبيشيز، الفصيلة. كلمة سبيشيز دي معناها الفصائل. بقول لحضراتكم مان از ريزيستنت تو ميني أنيمال باراسايت. المان اللي هو الإنسان. الإنسان مقاوم لمعظم ديدان الحيوانات. يعني الديدان اللي بتيجي في الحيوانات الانسان مقاوم لمعظمها. ما تجيش تقول طب ما احنا اخذنا في البارا ان الديدان بتبقى مثلا في الكلاب وبتيجي للانسان، في الماشيه وبتيجي للانسان، يقول لك مقاوم لمعظم مش للكل. الانسان مقاوم لمعظم الديدان بتاع الحيوانات، زي مثلا وذ الانفكتيف لارفا اوف دوج اور كات هوك وورم. هي هوك وورم دي اللي هي ايه؟ الديدان الدبوسيه، الديدان اللي كانت لها سن، ده اسمها الهوك، كانت لها خطاف، الهوك وورم. بقول الهوك وورم ديت يا جماعه الديدان الدبوسيه دي اللي بتيجي في الكلاب والقطط، بتحط يرقات، اليرقات دي اسمها اللارفا، لارفا ده الطور المعدي. فبيقول لك الانفكتيف لارفا، اليرقات المعديه بتاع الديدان الدبوسيه بتاع الكلاب والقطط ما تقدرش تخترق جلد الانسان بشرط. خدته في البارا ان في ديدان بتيجي من الكلاب والقطط، وهنا بيقول ما تقدرش تخترق جلد الانسان، بس لازم الجلد يكون انتكت، لازم الجلد يكون سليم، ما
غير لما خدنا النت وقلنا من اهم حاجات ان يكون الجلد والميوكوس مبريك سليم، انما لو الجلد فيه جرح او الميوكوس مبريك فيه جرح يخش مجرى الدم عادي خالص. احنا بنتكلم هم ما يقدروش يحضروا الجلد لو سليم. الجزء اللي بعدها ما اتقالش اللي هو ذا سيم سيتويشن اوكي ده ما اتقالش. انا عاوزك في كلمه السبيشيز تعرف لي ان الانسان مقاوم لمعظم ديدان بتاعه الحيوانات، زي مثلا الطور المعدي اللي هو اللارفا بتاعه الكلاب والقطط اللي عندهم ديدان دبوسيه اللي هي الهوك وورم ما بتقدرش تخترق جلد الانسان، وبالتالي ما تجيبش عدوى لجسم الانسان الا اذا كان الجلد فيه جرح، كان فيه فتحه في الجسم. تاني واحد اسمه الريس. الريس اللي هو العرق، ابيض ولا اسود؟ ابيض ولا اسود؟ يعني هل الانسان من البيض ولا من السود؟ بيقول الريس الوايت بيبول ماتش سسبتبل تو الهوك وورم انفكشن زاد البلاك. الناس البيض بيكونوا معرضين ان هم يجي لهم ديدان دبوسيه اكتر من الناس اللي هم البلاك بيبول. يعني ذو البشره البيضاء بيجي لهم يا جماعه ديدان دبوسيه اكتر من ذو البشره السوداء. وربنا خالق كده. يجي بعد كده يقول لي انديفيديوال فاكتور، عوامل خاصه بالفرد نفسه. هو اللي احنا اتكلمنا فيه حالا عوامل خاصه بايه وبايه؟ بالسبيشيز اللي هي الفصيله، هل الانسان ولا الحيوان؟ والريس اللي هو الانسان نفسه، هل ابيض ولا اسود؟ بالنسبه للفرد بقى، الفرد اللي من نفس النوع اللي هو الانديفيديوال فاكتورز، اول حاجه الايدج السن. بقول لحضراتكم موست فيتاليتي، فيتاليتي معناها الوفيات، معظم وفيات البلازموديوم انفكشن. البلازموديوم ده اللي بيجيب الملاريا، ده اللي بيجيب مرض الملاريا. فبيقول لي معظم وفيات البلازموديوم انفكشن بتحصل في الاطفال تحت سن 5 سنين. ايه علاقه الايدج بالموضوع؟ ان هو بيقول لك خد بالك ان الاطفال اللي تحت 5 سنين لو جالهم بلازموديوم ممكن يموتوا، انما لو الطفل جاله، لو الطفل بعد 5 سنين جاله بلازموديوم ممكن يعدي منه. هنا بيقول لك ان وفيات، معظم حالات الوفاه بتاعت البلازموديوم بتكون في الاطفال تحت 5 سنين. يعني مين السن البلازموديوم يكون قاتل فيه؟ اطفال تحت 5 سنين، ده الايدج. تاني حاجه بيقول نيوتريشنال ستيت، الحاله الغذائيه، هل بياكل كويس ولا في مجاعه؟ هل الشخص ده بيتغذى كويس ولا في مجاعات؟ بيقول لي اندر نيوتريشن، سوء التغذيه. بريدسبوز تو باراسيتيك انفكشن، بيؤدي الى حدوث عدوى ديدان. الاندر نيوتريشن يا جماعه بيؤدي الى حدوث اي عدوى ايا كانت هي ايه. الاندر نيوتريشن بيؤدي الى عدوى ديدان زي حاله زي دوده اسمها الجاردييزس. الجاردييزس دي كان اسم دوده، دي بتيجي لما يكون في اندر نيوتريشن. عاوزك بس تعرف ان الاندر نيوتريشن بيجيب عدوى ديدان. بعد كده بيقول لي الجينيتك كونستيتيوشن اوف ذا هوست، التركيب الجيني للمضيف. مين المضيف ده؟ الشخص اللي هيصاب بالدوده. بيقول التركيب الجيني بتاعه ليه بقى؟ هنا بقول لحضراتكم الناس اللي ما عندهمش ضافي بلاد جروب. ايه ضافي بلاد جروب ده؟ هو ضافي بلاد جروب انتيجن، علم بس الاربع كلمات دول جنب بعض كده. ضافي بلاد جروب انتيجن. احنا عندنا يا جماعه كرات الدم الحمراء بتاعتنا بيكون على سطحها ريسبتور تركيبه جلايكوبروتين. كرات الدم الحمراء على سطحها ريسبتور، تركيب الريسبتور ده بيكون عباره عن جلايكوبروتين، ده موجود في بعض الناس ومش موجود في البعض الاخر. يعني عندنا بعض الناس بنجيب كرات دم الحمراء بتاعتنا نلاقي على سطحها ريسبتور تركيبه جلايكوبروتين، ساعتها بنسمي الجلايكوبروتين ده ضافي بلاد جروب انتيجين. انتيجين على سطح كره الدم الحمراء اللي هو الجلايكوبروتين. بيقول الناس اللي ما عندهمش نوع الريسبتور ده اللي هو نوع الجلايكوبروتين ده ما يجيلهمش بلازموديوم فيفاكس. في نوع من انواع البلازموديوم اسمه بلازموديوم فيفاكس، ده نوع من انواع الملاريا. ده يا جماعه بيحب يروح يقعد على كرات الدم الحمراء على الريسبتور اللي هو الجلايكوبروتين ده. فالناس اللي ما عندهاش الريسبتور بتاع الجلايكوبروتين يجي لهم بلازموديوم فيفاكس؟ لا. ليه بقى؟ ما فيش الريسبتور اللي اصلا البلازموديوم تقعد عليه. هو هنا بيقول لحضرتك ايه؟ كره الدم الحمراء عليها ريسبتور اسمه تركيبه جلايكوبروتين، ولما يكون كره دم حمراء عليها الريسبتور اللي اسمه جلايكوبروتين ده بنسميها الضافي بلاد جروب انتيجين. انتيجين على سطح كره الدم الحمراء تركيبه جلايكوبروتين، ده الريسبتور اللي تحبه البلازموديوم فيفاكس. فهو حالا بقى بيقول لك ايه؟ احنا بنتكلم عن الجينات، عن العوامل الجينيه.
في بعض الناس الجينات بتاعتهم تخليهم يصنعوا الجلايكوبروتين ده الكرات دم الحمراء، وفي ناس بعض الجينات بتاعتهم تخليهم ما يصنعوش الريسبتور ده. الناس اللي بتصنع الريسبتور ده عرضه انها يجي لها البلازموديوم فيفاكس، انما الناس اللي ما بتصنعوش ما يجيلهمش بلازموديوم فيفاكس. عشان كده بقول لحضراتكم بيبول هولاك، الناس اللي ما عندهمش ضافي بلاد جروب انتيجين. قلنا يعني ايه بقى كلمه ضافي بلاد جروب انتيجين؟ على سطح كرات الدم الحمراء ريسبتور تركيبه لايكوبروتين. هو ده عندهم ولا ما عندهمش؟ اللي احنا بنتكلم عنهم حالا دول ما عندهمش. يقول لي ار نوت سسبتبل للبلازموديوم فيفاكس، مش معرضين اصلا ان يجيلهم بلازموديوم فيفاكس. ليه بقى؟ بيقول از ذيس انتيجين، انتيجين اللي يقصد بقى الجلايكوبروتين، الانتيجين دي اكت از ريسبتور فور ذا باراسايت، بتعمل كمستقبل للطفيل ده. وبالتالي لما يكون مفيش الريسبتور ده اذا مفيش عدوى بلازموديوم فيفاكس. هنا بقى ممكن يسالك، يعني احنا ده كله ممكن ما يسالكش فيه حاجه، انما هنا يسالك ويقول لك مين الناس اللي معرضين يجي لهم بلازموديوم فيفاكس؟ اللي ليهم ضافي بلاد جروب انتيجين. ده هنا بقى ممكن يسالها لك، او يسالك يقول لك مين الريسبتور بتاع البلازموديوم فيفاكس على كرات الدم الحمراء؟ الضافي بلاد جروب انتيجين ده. بيقول لي فيو انديفيدوال. الحاله الثانيه بقى للجيناتيك، احنا بنتكلم على الجيناتيك. الجيناتيك ده حاجتين، الاولى ضافي بلاد جروب، الثانيه عايزكم تساعدوني في حاجه بس كده. غير لما خدنا البيهرزييزس في الباثولوجي، في الباثولوجي اسمها بيهرزييزس، في الهوست وفي البارا اسمها شيستوسوميزس. يعني البيهرسيا هي الشيستوسوم. في الباثولوجي يحبوا يسموا مرض بيهرزييزس، في الهوست وفي البارا يحبوا يسموه شيستوسوميزس. فاكرين الشيستوسوميزس لما كان بيروح الكبد كان بيعمل في الكبد؟ يعني خلي الكبد يتليف. يقول لك بعض الناس الجينات بتاعتهم بتخلي الكبد يتليف في عدوى البيلهرزيز اكتر من ناس تانية. يعني الجينات بتخلي الجسم يصنع فايبرس تيشو اكتر من ناس تانية. ده اللي مكتوب رقم 2 عند حضراتكم، اللي هو بيقول فيو انديفيديوال بعض الافراد شو دنس فايبروزس، بيجي لهم تليفات شديده قوي ديو تو شيستوسومال انفكشن. ايه هي الشيستوسومال انفكشن دي؟ البيلهرسي ده بالهرزيزس، مما يؤدي الى سيروس كومبليكيشن، يؤدي الى مضاعفات خطيره زي حاله البريبورتر فايبروزس. الناس اللي كانت حاضره يوم ما خدنا اول صفحه في البيلهرزيزس تو الليفر، بريبورتر فايبروزس ده كان تليفات جوه البورتال تراكت بتاع الكبد، من الاخر تليفات بداخل الكبد. اكتبها كده لحد ما اقول لك في الباثولوجي، تليفات بداخل الكبد. دلوقتي بنتكلم على الحاجات العوامل اللي هي العوامل الايه؟ الجينيه. العوامل الجينيه نوعين، رقم واحد ضافي بلاد جروب، رقم اثنين الفايبروز بتاع الهرزيز. فبقول لك بعض الناس الجينات بتاعتهم بتخلي يجي لهم فايبروز في الكبد بعد عدوى الليشمانيزس، بعد اسف عدوى الشيستوسوميزس. يعني الجين يخلي الجسم يصنع فايبروز كتير. خش على اللي بعدها اسمها الانتر كارنت النس. انتر كارنت ايلنس معناها مرض حالي، واحد عنده مرض حالي وجاله عدوى ديدان. يعني هو الراجل اصلا عنده مرض مصاب بحاجه وجات له عدوى ديدان على المرض ده كمان، ده بنسميه انتر كارنت ايلنس، مرض حاصل وجات عليه عدوى ديدان. زي ايه بقى؟ بيقول بيبول ويز سيكل سيل انيميا. سيكل سيل انيميا اسمها انيميا الخلايا المنجليه، كرات الدم الحمراء بدل ما تبقى، طبعا كرات الدم الحمراء شكلها كده يا جماعه، بصوا شكلها بيكون باي كونكيف، يعني اللي هنا كونكيف وهنا كونكيف. كرات الدم الحمراء لو شكلها بقى كده عامله زي المنجل بنسميها انيميا خلايا منجليه، سيكل سيل انيميا. ولو بقت كده بنسميها سفيروسايتوزس، يعني كرات الدم الحمراء الشكل الطبيعي بتاعها لو بقت كده بنسميها سكيل سيل انيميا، لو بقت كده اسمها سفيروسايتوزس. ده يفرقع وده يفرقع، ده يفضل سليم. يعني ده يبوظ وده يبوظ، ده يفضل سليم. مكتوب عند حضراتكم البيبول الناس اللي عندهم سكيل سيل انيميا. سكيل سيل انيميا اللي هو الشكل ده كرات الدم الحمراء. ثلاسيميا. الثلاسيميا اللي بعدها ديت ده مرض في الهيموجلوبين اللي جوه كرة الدم الحمراء.
يعني حاصل خلل في الهيموجلوبين اللي بيخرج دم الحمراء وسفيروسايتوزس. ايه السفيروسايتوزس ده؟ اللي هي كره الدم الحمراء دي. يعني هو هنا بيقول لك الناس اللي عندهم يا الشكل ده يا الشكل ده، يا الهيموجلوبين اللي جوه بايظ، الشكل ده سيكل سيل انيميا، الشكل ده سفيروسايتوزس، يا الهيموجلوبين اللي جوه بايظ. دي حاجه اسمها جي 6 بي دي. طبعا انتوا اساتذه الضايفه، جي 6 بي دي اللي هو جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز ديفيشنسي، اللي كان بيجي مره اسمه انيميا الفول، اللي كان الناس يجيلهم بقوليات تقوم جاي الدم بتاعهم متكسر. طبعا عند حضراتكم جي 6 بي دي ديفيشنسي ار ريزيستنت للبلازموديوم انفكشن. يعني ما يجيلهمش بلازموديوم. اجيب لك من الاخر، البلازموديوم بتحب تقعد على كرات الدم الحمراء، فاي مرض في كرات الدم الحمراء يخلي البلازموديوم ما تعرفش تقعد عليه. مين امراض كرات الدم الحمراء بقى؟ سيكل سيل انيميا وثلاسيميا. يعني ايه ثلاسيميا؟ الهيموجلوبين اللي جوه بايظ، او سفيروسايتوزس، او عندنا الجي 6 بي دي اللي كان اصلا في كرات الدم الحمراء ناقص. الاربع امراض دول ما يجيلهمش بلازموديوم. هو مين الناس اللي ما يجيلهمش بلازموديوم؟ ومين الناس اللي ما يجيلهمش بلازموديوم فيفكس؟ الناس اللي ما يجيلهمش بلازموديوم اللي عندهم اي حاجه كره دم حمراء. امال مين اللي ما يجيلهمش بلازموديوم فيفكس؟ اللي ما عندهمش الجلايكوبروتين اللي هو اسمه الضفري بلاد جروب انتيجين. الحته اللي بعدها اسمها الاميون سبريسنت، الغيها ونزل على الايدز. ثلاث سطور بعد اللي احنا قرأناهم الغيه. في ثلاث سطور كده لغيهم اللي هو الاميون سبريسر، ونزل على الايدز. ما يجيلوش، مكتوب ان هو ريزيستنت مقاوم، ما يجيلوش بلازموديوم. البلازموديوم يحب كرات دم حمراء، فاي مرض في كرات دم حمراء البلازموديوم ما يعرفش يشتغل، لان المكان اللي بيشتغل عليه بايظ. اميون سبريسر ده اللي هو الناس اللي مناعتهم ضعيفه، مش عاوز انا الكلام ده، خش لي على الايدز. ايدز ده اللي هو ايه؟ اتش اي في، اللي هو مرض جنسي، اللي هو الايدز، اللي هو المرض الجنسي. يا جماعه بقول الايدز ده، عايزك بس تعرف ان في الايدز مفيش مناعه اصلا. الايدز المناعه في الارض، عشان كده بيقول الايدز بيزود السستابيليتي لبعض الباراسيتيك انفكشن، زي الكريبتوس بروديزس، زي الايزوبروزيزس، زي التوكسوبلازموزس. هتحفظ دول هتعمل بهم ايه؟ خليك ناصح. ايدز مناعه قليله، يجيب لك معظم انواع الدين اصلا، مش تحفظ بقى امثله. مش هيجي يقول لك كل مين مالي يسوي الايدز ما عدا. حتى لو جات لك افتكر ده يبقى يعني بص فقر فقر يعني. يقول لك كل مين مالي يسوي الايدز ما عدا، مش الدرجات دي. سامي كده بكل لا هو بس عايز تعرف ان الايدز بيؤدي الى حدوث عدوى ديدان بس. تلاقي السؤال الاول هقولكوا ايه. طيب ما بصوا يا جماعه، الاسم اللي تعرفش تقراه الايدز بيعمله. الاسم اللي تعرفش تقراه ده على كده بقى في اسم توكسو ايزو كريبتو. حلو، توكسو ايزو كريبتو بيعملهم الايدز. بس مش تيجي يا جماعه، السؤال اللي هيجي في شطر الباراسيت هقول لك حالا، والباراسيت هيجي منه سؤال انا هقول لك حالا والله. طب كارو انا عارف السؤال هيجي لك فين، فانا لما يجي اقول لك السؤال تمشي نفسك كتير بقى. الانتر كارنت سيرابي، العامل اللي عليه الدور اسمه الانتر كارنت سيرابي. انتر كارنت سيرابي معناه بياخد دواء حالي. خدنا الانتر كارنت ديزيز يعني عنده مرض، عايزين بقى ناخد الانتر كارنت سيرابي ان هو بياخد دواء. الدواء ده له اميون سبريسنت او استيرويد. يعني ايه اميون سبريسنت؟ مرض مثبط للمناعه، اسف، دواء مثبط للمناعه. يعني هو بياخد دواء عشان يثبط مناعه. ومين الناس اللي بتاخد دواء مثبط للمناعه؟ زارعين اعضاء. الناس اللي زارعين اعضاء او الناس اللي عندهم مرض مناعه ذاتيه. ما هو مناعه ذاتيه لا، بلاش حساسيه دي، بلاش حساسيه. الحساسيه كان استلف بلاش، عشان ما فيهوش بتفاصيل. بلاش حال، لما اخدها اقولها لك. الناس اللي عندهم امراض مناعه ذاتيه بندوم ادويه تثبط المناعه.
والناس اللي بيزرعوا عضو من الدوم هدول تظبط المناعه. الناس اللي عندهم حساسيه للدوم مضادات حساسيه، انما ما ندهمش حاجه تظبط المناعه. بيقول الاميون سبريسن اور ستيرويد ثيرابي. الاستيرويد ده مرض مثبط للمناعه، اسف دواء مثبط للمناعه اللي هو الكورتيزون. استيرويد الكورتيزون بيثبط المناعه من ناحيه، بس احنا بنستخدمه في الحساسيه لانه اقوى مضاد للحساسيه على وجه الارض. مش عشان يثبط المناعه، لانه مضاد للحساسيه من ضمن استخداماته. يقول لي دولت فيفر الانفكشن والسمبراسايت. بيحبوا ان يجي لهم عدوى بتاعه الاسترونجلويدس. سترونجلويدس ديت اللي هو عدوى ديدان اسمها سترونجلويدس، دوده اسمها سترونجلويدس. وبالتالي الناس اللي بياخدوا ستيرويد او بياخدوا امراض مثبطه للمناعه يجي لهم سترونجلويدس. اللي احنا قلناه في العنوان ده ايه اللي ممكن تتسال فيه؟ اللي ممكن تتسال فيه بلازموديوم فيفكس اللي هي الحته بتاعت الضفر بلاد جروب ده تتسال فيها، والحته بتاعت لما قلنا ان هم الناس عندهم سيكل وصلاسيميا وسفيروسايتوز وجيسكس بي دي ما يجيلهمش بلازموديوم. ده اللي يسالك فيه، غير كده مش هيسالك. يعني ما اعتقدش ان حاجه بعد كده ممكن انها يعني ايه يقول لك ان ايه اللي بيجي فيه. انزلي على اخر الصفحه 69 من تحت. The immune response is generally classified into. عنوان ده علينا والباقي مش علينا. The immune response is generally classified into. بقول لك هنا بقى ايه؟ يعني بتاع البقره تقريبا لما حط الشطر ده نسي ان الهوست اصلا بيتكلم كله عن الكلمتين دول. هو بتاع البقره بيعمل لك اسراء لمعلوماتك بقى، يقول لك المناعه اصلا بتقسم الى نوعين. يا النت اميونيتي يا اخويا النت لسه فاكر كمان 10 سنوات بنتكلم في الحكايه دي. الانيت هو لازم يجود لك الانيت نون سبيسيفيك ناتشورال كده كده بتقول بيها هي نون سبيسيفيك وناتشورال اجينست الانتيجين داخل جسمك، انما الاكواير اللي هي السبيسيفيك ديفلوبد افتر انيشال اكسبوجر بتبقى بعد التعرض الاولي. وانتيجين ريكوجنيشن لازم تعرف على الانتيجين، وانتيجين بريزنتيشن لازم تقدمه للتي هيلبر. انت بتذاكر هتذاكر دي واخد لها شباب الكامله اصلا في الاول بس انت قاعد في المحاضره. الاميون ريسبونس تو الباراسايت اس كلاسيفايد ان الصفحه دي كلها عليك 70 كلها عليك. معلش معلش هتجيب حاجه اربع صفحات بعدها هناخد صفحه ولا اربعه. الاميون ريسبونس تو باراسايت اس كلاسيفايد ان استجابه المناعه ضد الديدان. الاميون ريسبونس للباراسايت اس كلاسيفايد انتو استجابه المناعه ضد ده مقسمه الى سيل ميديتد وهيومرال ميديتد. عندنا نوعين اثنين من المناعه ضد ده، يا اما سيل ميديتد اميون ريسبونس يا اما هيومرال ميديتد اميون ريسبونس. لكن السيل ميديتد دي كان بتعمل بايه؟ وابتدي التكييف شويه. السيل ميديتد اميون ريسبونس كانت بتعملها التي سي والهيومرال ميديتد بتاعت الانتي بودي. فيقول لي عندنا اول حاجه السيل ميديتد اميون ريسبونس ده بتعملها السايتوتوكسيك تي لينفوسايت. اكتب لي جنب كده كلمه سيل ميديتد. طبعا الكلام ده برضه قلنا في قبل كده ان مين اللي كان بيعمل سيل ميديتد تي سي، مين اللي كان بيعمل الهيومورال الانتي بودي. فاكتب لي جنب السيل ميديتد تي سي واكتب لي جنب الهيومورال انتي بودي. عاوزين نعرف ده بيعمل ازاي وده بيعمل ازاي بقى. اول حاجه السيل ميديتد اجينست الباراسايت. ازاي بتحصل السيل ميديتد ضد الديدان؟ بقول لحضراتكم ان السيتوتوكسيك تي لينفوسايت بتعمل سويلينج انتفاخ وديسربشن. ديسربشن معناها تخلخل خلل. بتعمل انتفاخ وخلل في الباراسيتك سيل في الخليه بتاعه الديدان. يعني بنيجي نبص هنا نلاقي ان التي سي بتعمل خلل في خلايا الديدان. ما يسالكش في دي زي مثلا البلازموديوم فالسيبيرا ده نوع من انواع البلازموديوم انواع الملاريا. كان في بلازموديوم فيفكس وبلازموديوم فالسيبيرا. مش هيسالك في حاجه في دي، مفيش اصلا سؤال يتحط هنا. انزل على اللي بعدها اكتيفيتد ماكروفاج. الماكروفاج اللي اتنشطت بقى بيقول لي كيل الباراسايت ان فيريس واي بيقتل الدوده باكتر من طريقه.
انه الاول يطلع انزيم زي في حاله ما بيقتل التوكسوبلازم ولا الليشمانيا والشيستوسوميول بتاع مش عارف ايه وايه وايه، ولا كانك شفت حاجه. اجيب لك بالاخر السيل ميديتد بخليتين التي سي والاكتيفيتد ماكروفاج، اكتبها عندك كده. السيل ميديتد بخليتين التي سي والاكتيفيتد ماكروفاج. وبتاع الماكروفاج اعمل لي كده منها سهمين، يطلع انزيم يطلع H2O2. الاكتيفيتد ماكروفاج يطلع انزيم يطلع H2O2. ايه H2O2 ده؟ اللي هو ميه الاكسجين اللي هو كان اسمه هيدروجين بروكسيد اللي كان بيقتل اي حاجه. H2O2 ميه الاكسجين الهيدروجين بروكسيد ده يا جماعه بيقتل الديدان. الماكروفاج بتطلعه، والماكروفاج ده بيطلع انزيمات بتقتل الديدان. ده انهي حاجه؟ السيل ميديتد. السيل ميديتد ضد الديدان بتبقى خليتين، يا اما التي سي يا اما الماكروفاج. والماكروفاج دي بقى يا تطلع انزيم يا تطلع H2O2. تقدر تعرفوا لك السيل ميديتد بيقتل مين ومش مين بقى، كبر دماغك. بالنسبه للهيومرال ميديتد، هو الهيومرال دي اللي هي كانت بتتم من خلال انتي بودي. احنا عاوزين نتكلم عن انتي بودي، اكتب لي جنبها كده بالانتي بودي. بالانتي بودي بيقول لي سبيسيفيك انتي بودي كان اكت ان وان اوف ذا فولوينج ميكانيزم. يعني الانتي بودي بتشتغل كالاتي. اول حاجه انتي بودي بريفنت الباراسايت فروم اتاتشنج، اجسام مضاده تمنع الدوده من انها تمسك او تخترق في الهوست سيل. باي بايندنج ذا سبيسيفيك سايت على سطح الباراسايت. يعني بقى بيقول لك يوم انتي بودي في دوده جايه يا جماعه او في عدوى حاجه من الدوده جايه، يوم جاي الجسم المضاد طالع ضدها ماسك فيها وبالتالي يمنع العدوى دي انها تخترق جسمك او تمسك مع خلايا جسمك. يعني الانتي بودي يمسك مع مين؟ يمنع انها تمسك مع مين؟ الانتي بودي يمسك مع الحاجه بتاعت الدوده يمنعها انها تمسك مع جسمك. يعني مين اللي بيروح يمسكها يخليها ما تمسكش في جسمك؟ الانتي بودي. هو هنا بيقول لحضرتك الانتي بودي بيمنع الباراسايت، بيمنعه انه يأتاتش او يبنتريت السيلز بتاعتك، بيخليه لا يمسك في خلايا جسمك ولا يخترق خلايا جسمك. ازاي بقى؟ بيقول باي بايندنج ذا سبيسيفيك سايت على سطح الباراسايت. يعني يروح يمسك في الجزء الرئيسي على سطح الخليه بتاعت الباراسايت دي. يعني هو عاوز باختصار يقول لك الانتي بودي بيمسك في خليه الديدان يمنعها انها تمسك في خلايا جسمك. الانتي بودي بيضحي بنفسه في سبيل خلايا جسمك، هذا اول حاجه مش هيسالك فيه. تاني حاجه الانتي بودي نيوترلايز الباراسايت توكسين، بيعادل سموم الدوده. بعض الديدان بتنزل سموم، الانتي بودي يروح على السموم دي يعمل لها نيوترلايزيشن. نيوترلايز معناها يخففها، يخليها ملهاش تاثير، يزيل التاثير السم بتاعها. ده معنى كلمه نيوترلايز، بيزيل التاثير السم بتاع الديدان. وانكتيفيت الباراسايت انزايم، ويوقف الانزيمات بتاع الدوده. من الاخر يا جماعه المذيعين الاولانيين دول هم اول نقطتين. اول حاجه الانتي بودي يمسك فيه، يمسك فيه في الباراسايت يخليه ما يمسكش في خلايا جسمك. تاني حاجه بيزيل السموم بتاعه الدوده وينشط الانزيمات اللي طالعه منها. يعني الدوده بصوا كده، اي دوده او اي باراسايت بيطلع توكسين يطلع انزيم، طلع سم يا انزيم. لو طلع توكسين الانتي بودي يعمل له نيوترلايزيشن، لو طلع انزيم الانتي بودي يعمل له انكتيفيشن، يعني يزيل السميه بتاع دي ويوقف نشاط دي. ده اللي الانتي بودي بيعمله. بعد كده بيقول ذا سكريتوري اي جي اي انتي بودي. الانتي بودي اللي اسمه اي جي اي، فاكرين كان مكانه فين ده؟ الاي جي اي اللي هو الانتي بودي الاي اللي كان موجود في البادي فلويد، اللي كان موجود في السكريشن لو حد يفتكر حاجه زي كده، ده كان موجود في الافرازات بتاع جسمك. بيقول الاي جي اي حتى السكريتوري اللي موجوده في البادي سكريشن بيمنع الاتاتشمنت بتاعه الباراسايت في الجات وول ايبيثيليا، يعني يخلي الدوده ما تمسكش في بطنه الجهاز الهضمي، يخليها ما تمسكش في بطنه الجهاز الهضمي. من الاخر الانتي بودي بيطلع مواد يخليها ما تمسكش في بطنه الجهاز الهضمي. برضه مش هسالك في ايه اللي بعدها. بيقول ذا انتي بودي ديبندنت سيل ميديتد سايتوتوكسيستي،
السطر ده كله بنقوله في كلمة واحدة A B C C، ولل A D C C بيساعد الكيلينج في بداية الباراسايت. ولا يتقلق في أي حاجة من دي كلها، دي كلها نظر يا جماعة، بتصير فيها نظري. يعني لما يجي ان شاء الله الفاينل ممكن يسالك يقول لك الهيومورال اميونيتي اجينست الباراسايت بتيجي ازاي وبتحصل ازاي، تقول له بقى الكلام ده. لان انا مش هقول لك حاجه من دي، كل اللي عاوز تعرفوه في الجزء اللي احنا قلناه كله ان الاميونيتي اجينست الباراسايت بتبقى يا سيل ميديتد بمين ومين؟ بالدي سي والاكتيفيت الماكروفاج او بالانتي بودي. قال لي بيعمل ايه؟ انت عارف اصلا من الشوية اللي فاتت كلها مش هيسالك فيها في الام سي كيو، انما الجدول اللي بعده ممكن بقى يسالك في الام سي كيو بتاعك. الجدول اللي بعده في ام سي كيو بيقول لي ايه الفرق بين الاميون ريسبونس بتاعت الهلمنسس وبتاعت البروتوزور؟ هي مين الهلمنسس ومين البروتوزور؟ الهلمنسس هي الديدان، البروتوزور هي الطفيليات. البروتوزور اللي هي زي الملاريا وغيره، الهلمنس اللي هي زي الديدان الشريطيه الديدان الدبوسيه. كلمه هلمنس معناها دوده، انما بروتوزوا ديت اللي هي الطفيليات زي الملاريا. ايه اللي بيحصل فيها بقى؟ ده تتسال فيه ام سي كيو، الجدول ده تتسال فيه. يقول لحضرتك اول حاجه الطيب اميون ريسبونس، ايه نوع الاستجابه المناعيه؟ انا هاخد كل واحد لوحده الاول. بالنسبه للهلمنسس نوع الاستجابه المناعيه بتبقى تي هيلبر 2 وتي ريجولاتوري. يعني الخليه اللي تطلع استجابه مناعيه ضد الهلمنسس ضد دان هي تي هيلبر 2 والتي ريجولاتوري. الخلايا اللي بتكون معنيه في الحاله دي بتبقى الايزينوفيل. لحد يقول لي ايزينوفيل؟ دوده، يبقى لازم في ايزينوفيل، ماست سيل ونيوتروفيل وماكروفاج واي جي اي. ايزينوفيل وماست سيل ونيوتروفيل وماكروفاج واي جي اي. وكمل الناحيه الثانيه بقى الجدول، هتلاقي التي هيلبر 2 سايتوكاين. يعني السايتوكاين اللي كانت بتطلعه التي هيلبر 2 مكتوب عند حضراتكم اللي هو الانترليوكين 4 والانترليوكين 5. مستوى اللي فاكرينها كنا بنقول التي هيلبر 2 بتطلع مين والتي هيلبر 1 بتطلع مين؟ التي هيلبر 1 كانت بتطلع انترليوكين 2، امال التي هيلبر 2 كانت بتطلع 4 و5. ومعانا كمان التي ريجولاتوري سيل اللي كانت بتطلع انترليوكين، كان انترليوكين كام؟ التي ريجولاتوري انهبيتوري كانت بتطلع انترليوكين رقم 10. عارفين الجدول ده بيتكلم عن ايه؟ مين الخليه اللي تطلع ومين الحاجات اللي تطلع معاها؟ ده اللي هو عاوز يقوله. يعني في حاله الديدان مين الخليه ومين اللي موجود؟ في حاله الديدان مين الخليه؟ تي هيلبر 2 ومعانا تي ريجولاتوري. التي هيلبر 2 كانت بتطلع انترليوكين 4 و5 وريجولاتوري بتطلع 10 ومعاك الاي جي اي. اشمعنى الاي جي اي؟ مش الرابع هو اللي كان بيطلع الاي اللي هو الانترليوكين؟ من هنا الانترليوكين 4 اللي طلع 4. فهمتوا؟ في الجدول يا جماعه كنا بناخد الهيمنسس بقى. صار الهيلمنسس كله كانت في الجدول. عرفنا الاتي، لما تكون مذاكر سايتوكاين هتلاقي الكلام ده سهل خالص في الهيلمنسس. علمني على الخليتين، تي هيلبر 2 انا بس خليني اقولها بالطريقه دي، تي هيلبر 2 اللي بتطلع 4 و5 وتطلع ان جي اي. التي هيلبر 2 اللي كانت بتطلع الانترليوكين 4 و5 والانترليوكين 4 كانت بتطلع الاي جي اي. وهتاخد لي معاها التي ريجولاتوري اللي كانت بتطلع انترليوكين 10، يبقى التي هيلبر 2 بالانترليوكين بتاعتها، التي ريجولاتوري بالانترليوكين بتاعها، ومعاه خلايا ايزينوفيل وماست ونيوتروفيل وماكروفاج. ايزينوفيل وماست ونيوتروفيل وماكروفاج. امال بالنسبه للبروتوزوا تي اتش 1 التي هيلبر 1. فكان التي هيلبر 1 هتلاقيه كاتب ان هو التي هيلبر 1 بيبقى معاه خلايا التي سيل والناتشورال كيلر والماكروفاج. التي والناتشورال كيلر والماكروفاج والسايتوكاين اللي اسمه الانترليوكين 12. والسايتوكاين اللي اسمه انترليوكين 12. هو هنا قال ابويا اهوت ان التي اتش 1 بيطلع سايتوكاين اسمه انترليوكين 12. يبقى انت هنا هتعلمني على ان التي سي او الخلايا الاساسيه تي هيلبر 1. عشان ممكن يجي يسالك ويقول لك
مين الخلية الرئيسية في المناعة أجينست البروتوزوا؟ يبقى تي هيلبر 1. أما مين الخلية الرئيسية أجينست للمنسز؟ تي هيلبر 2 ومعاك التي ريجوليتور. التي هيلبر 2 بالسيتوكاينز بتاعتها، الريجوليتور بالسيتوكاينز بتاعتها، ومعانا الاي جي اي وايزينوفيل وماست ونيوتروفيل ونيوتروفيل وماكرو. امال لو قال لك التي سيل والناتشرال كيلر والماكروفاج بتاعت البروتوزوا، السؤال التاني اللي يجي في الجدول ده ايه؟ يقول لك السيتوكاينز الاتيه انفولفد ان الهلمنسز انفكشن اكسبت. من السيتوكاين اللي تيجي في الانفكشن بتاعت الهلمنسز، ويجيب لك 4 و5 و10 و12. اجابتك هتكون 12. او يجي يقول لك مين اللي بيكون موجود في حاله البروتوزوا، ويجيب لك برضه 4 و5 و10 و12، هيبقى هنا 12. يجي يسالك ويقول لك مين الخلايا اللي في الهلمنسز، ايزينوفيل ماست سيل، ويجيب لك نيوتروفيل، ويجيب لك تي ليمفوسايت. كل مين ما قال صح ما عدا هيبقى الاختيار الغلط هو التي سي. فانت لازم تعرف اللي انا اقصده، كل واحده موجوده في مين، عشان بيجي سؤال هنا يقول لك موجوده في كذا ما عدا، موجوده في كذا ما عدا. يبقى انت عندك بقى هات لي كل الهلمنسز تحت بعض كده عشان الجدول ده مهم. اول حاجه عندنا التي اتش رقم 2 معاه السيتوكاين رقم 4 و5، معاك الاي جي اي، ومعاك التي ريجولاتوري. التي ريجولاتوري اللي كان معاه السيتوكاين رقم 10، ومن الخلايا اللي معاك ايزينوفيل وماس ونيوتروفيل والماكروفاج مشتركه في الاثنين. بالنسبه للبروتوزوا التي اتش 1 مع السيتوكاين رقم 12 وخلايا التي سي والناتشرال كيلر والماكروفاج مشترك في الاثنين. باقي صفحه 71 مش عليك، 72 كلها مش عليك، 73 كلها مش عليك، ما عدا اخر سطرين. هات لي 73 من تحت. بيقول ايه الاوتكم اوف اميون ريسبونس اجينست البارازيتيك انفكشن؟ ايه هو بقى معنى كلمه الفيت؟ ايه هو الفيت بتاع الاميون ريسبونس اجينست البارازيتيك انفكشن؟ يعني لما يطلع المناعه تحارب الديدان وتحارب الباراسايت، ايه المصير اللي بيحصل في جسمك؟ بيقول اثنين. رقم واحد بروتكتيف افكت اجينست البارازيتيك انفكشن، ان جسمك يحمى من العدوى بتاع الديدان دي، يعني جسمك يتغلب عليها. رقم اثنين باثولوجيكال افكت، حاجات مرضيه ان فورم اوف انفلاميشن وتيشو ديستراكشن. يعني لما مناعتك تطلع تحارب الباراسايت يتغلب عليها يحصل انفلاميشن وتيشو ديستراكشن. ده الفيت اللي احنا عايزين نتكلم عنه حالا بقى. ايه هي انواع الاميون باثولوجيكال رياكشن؟ هو هنا بيقول الانفلاميشن مش مجرد انها علاج، ده ادت الى تدمير في النسيج كمان. يعني احنا بنتكلم عن العرض المرضي للانفلاميشن مش الغرض العلاجي. وهنا بيقول لحضراتكم الفيت بتاع العدوى اجينست الديدان اجينست الباراسايت بيبقى حاجتين، يا بروتكتيف يا حاجه باثولوجيكال. فهو عاوز يتكلم عن الحاجه الباثولوجيكال بالتفصيل. يعني اللي هنتكلم عنه حالا ده انواع رقم اثنين هم الباثولوجيكال. وده السؤال اللي هيجي لك في الامتحان بتاع الميد. ده الحته بتاعت الامتحان، ايه الحاجه الباثولوجيكال؟ تايب 1 بيجي فين؟ تايب 2 بيجي فين؟ تايب 3 بيجي فين؟ تايب 4 بيجي فين؟ 1 و 3 و 1 و 2 و 3 و 4 من ايه؟ من الهايبر سنسيتيفيتي. صفحه 74 من فوق مكتوب عند حضراتكم تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي. هناخد الهايبر سنسيتيفيتي تايب 1 ده، او احنا خدنا خلاص هايبر سنسيتيفيتي تايب 1 ده اللي هو كان اميديت اللي بيحصل فورا. قولي ده حالة السويمر اتشنج في الشيسوميزس والليكج اوف هايداتد فلويد. ايه الكلام ده بقى؟ فاكرين لما خدنا في الباثولوجي بالهرسيزس وقلنا اول ما السركريا بتخش الجلد كان بتخليك تهرش؟ الهرش ده يا جماعه اسمه سويمر اتشنج، هرش السباحين. مش السباحين هم الاولمبيين، السباحين بتوع الترع اللي بينزلوا يسبحوا في الترع، لكن السباحين بتوع الترع لما ينزل يسبح في الترع يطلع عمال يهرش في جسمه، ده اسمه سويمر اتشنج، هرش السباح. ده بيجي في حاله الشيست سوم، في حاله البلهرزيزس. النوع هنا ايه؟ تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي اللي اسمه انافلاكتيك، انه بيحصل فورا. زائد
في مرض يا جماعه بيجي للناس اللي بيربوا الغنم، عباره عن تكيسات في الكبد اسمها الهايداتد سيست. الهايداتد ده عباره عن تكيسات بتيجي في الكبد. لو واحد من دول يا جماعه ده تبقى عباره عن كيس وسائل. لو واحد من الكيس ده فرقع والسائل ده طلع بيعمل صدمه حساسيه في الجسم كله فوريه. عشان كده طبعا عند حضراتكم ليكنش اوف هايداتد فلويد، تسرب السائل اللي جوه الهايداتد سيست ده بيعمل حساسيه تايب 1. يبقى تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي مين ومين؟ السولار اتشنج والليكج اوف هايداتد سيست او الليكج اوف هايداتد فلويد. التايب 2 هايبر سنسيتيفيتي ده كان اسمه السايتو توكسيك. التايب 2 كان اسمه السايتو توكسيك، وده بيحصل في حاله المايوكاردايتس، او ده عباره عن مايوكاردايتس التهاب عضله القلب. مايوكاردايتس عضله القلب في حاجه اسمها التشاجز ديزيز. شاجز ديزيز ده ديزيز، ده مرض بيحصل بحاجه اسمها تريبسوما كروز. تريبسوما كروز ده اسم دوده اسمها تريبسوما كروز، بتعمل مرض اسمه تشاجز ديزيز. التشاجز ديزيز ده بيؤدي الى التهاب في عضله القلب مايوكاردايتس. انا عاوزك تعرف ايه هنا؟ التشاجز ديزيز او المايوكاردايتس بتاع التشاجز ديزيز ده انهي نوع من الهايبر سنسيتيفيتي؟ تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي. مين تايب 1؟ السويمر اتشنج والهايداتد. مين تايب 2؟ المايوكاردايتس بتاع التشاجز. تايب 3 بقى اللي بيقول تايب 3 اميون كومبلكس، ده النفروتيك سندروم في حاله الملاريا والكتياما في حاله الشيسوميزيس. النفروتيك سندروم في حاله الملاريا والكتياما في حاله الشيسوميزيس. هو ايه الشيسوميز ده؟ بلاريسي اول ما تخش جسمك، اول ما تخش الجسم اول ضرر بتعمله لما شويه السخونيه اللي في اول كام يوم، ده اسمه كتياما ديزيز. ده اول ما البلهاريسيا تخش جسمك بتعمل سخونيه في اول كام يوم كده، اسمه كتياما ديزيز. والمرض الاولاني اللي هو مكتوب عند حضراتكم اللي اسمه نيفروتيك سندروم. النيفروتيك سندروم ده يا جماعه بيبقى عباره عن ان الكليه بتهرب بروتين مع البول فالجسم ينفخ. المريض اللي بيكون عنده ملاريا اول ملاريا تجيله جسمه بينفخ. ليه؟ الملاريا بتبوظ الكلى فالكليه تهرب بروتين، والبروتين ده هو اللي كان بيحافظ على السائل جوه الاوعيه. فلما البروتين يخرج وينزل من الجسم السائل يطلع من الوعاء يرشح في الجسم، الجسم ينفخ. يبقى انا عايزك تعلم لي هنا على النيفروتيك سندروم ده معناه مرض الكليه المخرمه. انا كنت بقوله كده دايما لنفسي، مرض الكليه المخرمه يعني الكليه تنزل بروتين فالبروتين في الجسم يقل، ولما البروتين في الجسم يقل الجسم ينفخ. ده بيحصل في حاله الملاريا والكتياما في حاله الشيسومييزيس. النوع اللي بقى كده اسمه تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي، ده كان الديليد، كان اسمه الديليد هايبر سنسيتيفيتي. ليه؟ عشان كان بيحصل بعد فتره. الثلاثه الاولانيين كانوا بيحصلوا فورا، انما النوع الرابع بياخد فتره عما بيحصل، وده بيحصل في حاله هيلينج اوف هيباتيك جرانيلوما. هيلينج اوف هيباتيك جرانيلوما ويز شيستوسومال انفكشن. يعني ايه بقى؟ بصوا يا جماعه، الشيستوسوما اللي هي البلهارسيا صح؟ البلهارسيا انتوا لو فاكرين لما كنا بناخد الرياكشن ديو تو الاوفا في الباثولوجي اللي هو التفاعل ضد الدوده، الدوده اول ما تخش الكبد يقوم جاي الكبد عامل عليها جرانيولوما، والجرانيولوما لما تبقى في الكبد تعمل فايبروزس. اذا هيباتيك جرانيولوما بتاعت الشيستوسوميزيس، يعني الجرانيولوما اللي في الكبد في حاله الشيستوسوميزيس ده تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي. الجرانيولوما كانت يعني اصلا في الباثولوجي خلايا مناعه كتير حوالين الحاجه، فهو يقول لك دلوقتي الدوده دخلت الكبد بقت اسمها هيباتيك لانها في الكبد عليها خلايا مناعه كتير. اذا دوده موجوده في الكبد عليها خلايا مناعه كتير وعملت فايبروزس كمان، ده تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي. فلما اجي اسالك بقى هنا واقول لك اي مما يلي هو تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي في حاله الانفكشن بتاعت الباراسايت، تايب 1 بيبقى سومر اتشنج والليكج بتاع الهيدات فلويد، تايب 2 المايوكاردايتس بتاع التشاجز ديزيز، تايب 3 يعني فروتك يا كتياما، تايب 4 دا
الهيباتيك فايبروزس والهيباتيك جرانيلوما في حاله الشيسومييزيس. الحاجه اللي بعد كده برضه بتاعه الامتحان الاميون ايفيجن اوف باراسايت. كلمه اميون ايفيجن معناها ايه بقى؟ بيقول لحضرتك هنا ان بعض الديدان قادره على التغلب على مناعه الجسم، فاحنا هنعرف بقى كيفيه تغلب الديدان على مناعه الجسم. ده اللي احنا هنتكلم عنه اللي هو الاميون ايفيجن اوف باراسايت، ازاي الديدان بتتغلب على مناعه الجسم. يعني في الحاله دي ايه اللي يحصل؟ عدوى ديدان رسميا، لان في الحاله دي الدوده هتتغلب على مناعه الجسم. انتوا عارفين طريقه بتعمل بيها الديدان تتغلب على مناعه الجسم؟ عارفين واحده من الباثولوجي؟ فاكرين الليفنج وورم بتاع البيتاريسيا كانت بتعمل ايه؟ كانت بتحوط نفسها بغلاف من خلايا الجسم اللي هي فيه عشان المناعه ما تعرفش عليها. ده رقم واحد اللي اسمها الانتيجينيك ديسفيوز. الانتيجينيك ديسفيوز دي معناها اختفاء، بتختفي. هو مكتوب الاول الباراسايت هاف ميني ويز، لها اكتر من طريقه تو ايفيد عشان تخترق اند اوفر كم وتتعامل مع الهوست اميونيتي، اسمها سكيب ميكانيزم. سكيب ميكانيزم اللي هو كيفيه هروب الدوده من المناعه، ازاي الدوده تهرب من مناعه جسمك. ده اللي احنا هنتكلم عنهم بقى، ان هم ايه هم السكيب ميكانيزمز دول، ازاي الدوده تهرب من المناعه وتغلب عليها. رقم واحد اسمها الانتيجينيك ديسفيوز. الانتيجين ديسفيوز دي عباره عن الاختفاء، بتختفي ازاي بقى؟ بيقول اتس افينومينون سين ان ادلت شيستوسوما مانسوناي. الظاهرة دي بتتشاف في الأدلت شيسوما مانسوناي وورم، اللي في الحالة دي الباراسايت أكواير أكوت كوت كانت بتكتسب غلاف من الهوست سيروم بروتين، يعني من البروتينات اللي موجودة في الدم، بتحوط نفسها بغلاف من بروتينات الدم ذات effectively بروتكت ات فروم الهوست اميون اتاك اللي بتحميها من هجمات مناعة الشخص. ليه بقى؟ خلايا المناعه تعرف مش هتعرف انها حاجه غريبه اصلا، وبالتالي مش هتعرف تتصرف معاها. ده اسمه الانتيجينيك ديسكيوز. وهنا يسالك يقول لك اكوايرنج اوف كود فروم الهوست انتيجين از كود انتيجينيك ديسكيوز. ده يسالك فيها، عشان كده علمها كلمه كود. بتاع الكود اسمها الانتيجينيك ديسكيوز. تعالوا تاني حاجه اسمها اناتوميكال لوكيشن. اناتوميكال لوكيشن معناها مكان الدوده فين، مكان الدوده فين، ومكان الدوده يبقى اول حاجه جوه الخليه، تاني حاجه الدوده تكون سيست لنفسها. الاناتوميكال لوكيشن اللي هو مكانها فين، رقم واحد يا انترا سيلولر يعني ان الدوده تخش جوه الخليه، رقم اتنين باراسايت فورمينج سيست ان الدوده تكون كيس وتخش جوه الكيس ده. يعني يا الدوده تبقى جوه ايه يا جوه ايه؟ يا جوه الخليه يا جوه السيست. لو جوه الخليه بيقول ذا انترا سيلر لوكيشن، وجود الدوده جوه الخليه بروتكت اباراسايت، بيحمي الدوده فروم هارم فور اور ليسال افكت اوف الانتي بودي، بيحميها من الجسم المضاد او السيلر ديفنس ميكانيزم. للاخر مش احنا قلنا بتاعه الادابت دي اما سيل ميديتد يا انتي بودي ميديتد، وهنا بيقول لك دخول الدوده جوه الخليه بيحميها من الانتي بودي وبيحميها من السيل ميديتد. من الاخر باختصار شديد جدا، الدوده وجودها انترا سيلولر حاجه حلوه ليها ولا وحشه ليها؟ حلوه ليها، بس وحشه ليه؟ الجسم. يقول لي عندنا بعض الدم بقى، هو في البطوله بيشرح ما قالش الدوده موجوده فين، هو قال الاربع اسماء بس. الاسم الاول البلازموديوم، الاسم الثاني التي كروز والتوكسوبلازما، والاسم بعد كده الليشمانيا والتوكسوبلازما. الديدان دي عايزك تعرف لي انها بتكون موجوده جوه الخليه. البلازموديوم والتي كروز والليشمانيا والتوكسوبلازما. البلازموديوم والتي كروز والليشمانيا والتوكسوبلازم. البلازموديوم بقى علم لي انت كده انها موجوده جوه خلايا الكبد وبعد كده تروح كرات الدم الحمراء.
هيماتوسايت وريد بلاد سيلز، كبد وكرات دم حمراء، التي كروز والتوكسوبلازما مش قايل هما فين، الليشمانيا والتوكسوبلازم علم على ماكروفاج، الليشمانيا والتوكسوبلازم تعيش في الماكروفاج. يبقى انت عندك البلازموديوم، البلازموديوم اللي هو بتاع الملاريا بيعيش في خلايا الكبد وكرات دم حمراء، التي كروز والتوكسوبلازم تخش خلايا جسمك، الليشمانيا والتوكسوبلازم تخش الماكروفاج. وهنا انا عاوزك تعرفوا لي في الجزء اللي احنا قلناه دلوقتي في الاميون ايفيجن الصفحه دي كلها، لو قلت لك القوه يبقى اسمها انتيجينيك ديسبيوز، امال لو قلت لك الانتراسيلولار مين حاجه بتعيش انتراسيلولار؟ عندك البلازموديوم والتي كروز والتوكسوبلازما والليشمانيا. السطرين اللي بعدهم الغيهم، والثلاث نقاط اللي بعدهم في الصفحه اللي بعدها الغيها. السطرين اللي بعدها الغيها والثلاث سطور اللي في الصفحه اللي بعدها الغيها، وخش لي على الباراسايت فورمنج سيست. الديدان اللي تعمل سيست وتعيش فيها زي التوكسوبلازما والتراكينيلا والايكينوكوكس، علم على دول، التوكسوبلازما والتراكينيلا والايكينوكوكس. واللي بروتكتز ان سيلف باي فورمينج اسيست، تعمل سيست. وايه ميست السيست دي بقى؟ هو سيست يعني ايه اصلا؟ كيس. والكيس ده ما يخليش خلايا المناعه تخش جواه. وايه السؤال بقى اللي بيجي هنا؟ السؤال اللي بيجي هنا انت لقيت يقول لك كل من الباراسايت الاتيه بتخش جوه الخليه ما عدا، ويجيب لك رقم واحد تي كروز، رقم اثنين بلازموديوم، رقم ثلاثه ليشمانيه، رقم اربعه ايكينوكوكس. اختيارك هيكون ايكينوكوكس. او يجي يسالك كل مما يلي بيعمل سيست ما عدا، كل مما يلي بيكون سيست ما عدا، ويجيب لك التوكسوبلازم والتراكينيلا والايكينوكوكس والتي كروز مثلا. تي كروز. يبقى انت لازم تعرف مين اللي بيعيش جوه الخليه ومين اللي بيعمل سيست. بيسالك فين؟ التوكسوبلازم بيعمل اثنين، التوكسوبلازم بيعمل حركتين اثنين. بعد كده بيقول رقم ثلاثة، رقم ثلاثة في الاسكيب ميكانيزمز. احنا بنتكلم على ان الاسكيب ميكانيزم، اول واحدة كانت اسمها انتيجينيك ديسبيوز، تاني واحدة كانت اسمها اناتوميكال لوكيشن، يا جوه الخلية يا جوه سيستم. تالت واحدة اسمها انتيجينيك فاريشن. الانتيجينيك فاريشن ده بيقول ايه بقى؟ بتاع امتحان. حتة الامتحان دكتور سأل السؤال ده في المحاضرة. سأل الحتة دي في المحاضرة. بيقول الافريكان تريبنسوم، الافريكان تريبنسوم والبلازموديوم والجارديان دي بتغير الانتيجينيك بروبرتس على سطح القوط بتاعها. خد بالك هنا هو قصده ايه؟ بصوا يا جماعه، الدوده لها غلاف. الغلاف ده الجسم بيتعرف عليه على انه انتيجينيك، انه حاجه غريبه. تقوم الديدان دي مغيره الغلاف بتاعها عشان المناعه ما تتعرفش عليه. خد بالك انا ما قلتش انها بتكتسب غلاف، ده انا قلت بتغير غلافها اصلا. يعني لو بتكتسب غلاف ده اسمه انتيجينيك ديسبيوز، لو هي نفسها بتغير الغلاف بتاعها ده بنسميه انتيجينيك فاريشن، بتغير غلافها. ومين هم دول؟ بيقول لي اول حاجه اسمها التريبانيسوم والبلازموديوم والجارديان، ودول معروف عنهم ان هم بيغيروا من الانتيجينيك بروبرتس اللي على سطح الغلاف بتاعهم، والباقي كله الغيب. باقي الكلام كله في جزء الانتيجينيك فاريشن الغيب. انا عاوزك تعرف لي مين اللي بيعمل انتيجينيك فاريشن؟ يقول لك كل ما بيعمل انتيجينيك فاريشن اكسبت، مين اللي يعمل انتيجينيك فاريشن؟ التريبنسوم والبلازموديوم والجارديان. ده بتاع اساسا الامتحان. انزل على اللي بعدها اميون سبريشن اوف هوست ريسبونس. ويعني ايه اميون سبريشن؟ مين اللي بيصبط المناعه؟ الدوده تصبط مناعه الجسم. مش احنا بنتكلم على ان ازاي الدوده بتغلب على المناعه؟ يا تحوط نفسها بقوط، يا تروح تستخبى جوه خليه، يا تستخبى جوه سيست، يا تغير غلافها، يا تقلل مناعه الجسم اصلا. لما تقلل مناعه الجسم فعلا اميون سبريشن. وانا عايز ابدا من اول ات از افكتيف، يعني اول ثلاث سطور الغيب، وابدا من اول ات از افكتيف ان باراسايت ذات اندر جو انتيجينيك فاريشن. يعني الديدان اللي بتعمل انتيجينيك فاريشن يا جماعه بتعمل معاه اميون سبريشن.
الديدان اللي بتعمل انتيجينيك فاريشن بتعمل معاه اميون سبريشن. سيان انتيجينيك مكتوب عند حضراتكم اور مالتي ستيج باراسايت. مالتي ستيج معناه اللي بتمر بكذا مرحله. يبقى اي دوده او اي باراسايت بيعمل انتيجينيك فاريشن او ليه مالتي ستيج قادر ان هو يعمل اميون سبريشن. اللي بيعملهم الانتيجينيك فاريشن هم مين؟ التريبانيسوم والبلازموديوم والجارديا مع الانتيجينيك فاريشن يعملوا اميون سبريشن برضه. والمالتي ستيج طبعا حضراتكم حتى الامثله بتاعتهم البلازموديوم والتريبانيسوم والفلاريا والشيستيسوم. احنا زودنا مين على اللي فوق؟ الشيستيسوم والفلاريا. الشيستيسوم والفلاريا هم اللي زادوا. بس خد بالك الفلاريا والشيستيسوم ده تبع المالتي ستيج. الفلاريا والشيستيسوم تبع المالتي ستيج. امال الافريكان تريبينسوم والبلازموديوم والجارديا تبع انتيجينيك فاريشن. مش احنا قلنا مين اللي بيعمل اميون سبريشن؟ اللي بيعمل اميون سبريشن عيلتين، يا اما العيله بتاعت اللي بتعمل انتيجينيك فاريشن يا اما العيله اللي بتعمل مالتي ستيج. بتوع الانتيجينيك فاريشن عرفناهم، بتوع المالتي ستيج هتزود الفلاريا والشيستيسوم. عندك خمس حاجات بيعملوا اميون سبريشن، مين هم؟ خمس حاجات بيعملوا اميون سبريشن، مين هم؟ رقم واحد التريبانيسوم، رقم اثنين بلازموديوم، رقم ثلاثة جياردي. دول تبع ايه؟ انتيجينيك فاريشن. وفلاريا وشيستوسوميز ده تبع ايه؟ مالتي ستيج. ثم يجي بعد كده ويقول ذا موست كومون ميكانيزم اوف الاميون سبريشن كالاتي. يعني ازاي بيعملوا اميون سبريشن بقى؟ عرفنا مين بيعمل اميون سبريشن، عاوزين نعرف بيعملوا ازاي. اول حاجه برودكشن اوف اميون سبريسور مولكيول، ان الدوده تطلع ماده مثبطه للمناعه زي بروستاجلاندين اي 2. تيجي في الامتحان كده بي جي اي 2 بروستاجلاندين اي 2. انتوا خدتوا الشابتر بتاع النان ستراندرد فارما؟ خدتوا الشابتر بتاع الباراسيتامول والمسكنات في الفارما ولا لسه؟ تمام. بروستاجلاندين دي يا جماعه بروستاجلاندين اي 2 دي من ضمن المواد اصلا المفروض انها من جسمك، المفروض ان جسمك بيطلع اصلا البروستاجلاندين دي. مواد ليها ضرر ولها نفع على الجسم، دي اللي بتعمل اي اذى في الجسم زي اللي لها نفع برضه. بي جي اي 2 بروستاجلاندين اي 2. هنا بقول لحضرتك بقى الدوده بتطلع ماده اسمها بروستاجلاندين اي 2 والماده دي اميون سبريسور، يعني ماده مثبطه للمناعه. رقم اثنين بروليفريشن اوف ريجولاتوري سيل، ان الدوده تخلي الريجولاتوري سيلز عددهم يزيد. هم لما الريجولاتوري سيل عددهم يزيد يوم جاي طالع منهم انتر ليوكن اسمه انتر ليوكن 10، وفي الحالتين الاثنين دول انهبيتوري. لسه واخدين ان التي ريجولاتوري كانت انهبيتوري وخدنا ان الانتر ليوكن 10 بيكون انهبيتوري برضه. بول بروليفريشن اوف ريجولاتوري سيل والريجولاتوري سايتوكاينز بتاعها اللي هو اسمه انتر ليوكن 10. يعني أول حاجة الدودة تطلع مادة مثبطة اللي هي اسمها بروستاجلاندين اي 2. تاني حاجة يزود اللي أصلا انهبيتوري اللي هما كانوا التي ريجولاتور اللي يطلعوا انتر ليوكن 10. تالت حاجة بتتسأل في الامتحان تالت حاجة دي كتير. سكريشن اوف مولوكيول تفرز مواد ذات انترفير ويز امبورتنت اميون ريسبونس، اللي بتتدخل مع الاستجابة المناعية. يعني ايه؟ المفروض خلايا المناعة بتاعة جسمك تطلع ضد الدودة تعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة خطوات، تقوم جاية الدودة تطلع مواد تخلي الخطوات دي ما تحصلش. يعني مثلا في خطوة عندنا يا جماعة خطوة الكيموتاكسس، إن الإيزينوفيل تروح للدودة تلاقي الدودة. بقول لحضراتكم زي أول حاجة الخطوة الأولانية اسمها كيموكاي أتراكشن. كيموكاي أتراكشن اللي يقصد بقى الكيموتاكسس، خطوة الكيموتاكسس. بنلاقي الهوك وورم بتطلع بروتيزس، علم على كلمه بروتيزس ده اسم الماده اللي تكسر الايوتاكسين. ايه الايوتاكسين ده؟ ده الماده اللي بتجذب الايزينوفيل. ايو بصوا هي اسمها ايوتاكسين جاذبه الايزينوفيل. يعني مين يطلع مين يوقف مين؟ الهوك وورم يطلع
البروتيز، فتوقف الايوتاكسين اللي بيعمل كيموتاكسس كده، وصل خط الكيموتاكسس او ريليس اوف هوست بروتيز. المفروض عندك ان جسمك انت، جسمك انت بيطلع مواد بروتيوليتيك، خطوة ان جسمك يطلع مواد بروتيوليتيك اسمها ريليس اوف بروتيز، ان جسمك يطلع بروتيوليتيك انزايم. ده بيقول انهبيتد باي المنسز سيربنز. ايه المنسز سيربنز دي؟ ده بعض انواع البروتينات بتطلعها الديدان تخلي جسمك ما يطلعش بروتيوليتيك انزايم. يعني المفروض الخطوه بتاع خطوه خطوه كده، خطوه الكيموتاكسس يوم الهوك وورم عامل ايه فيها؟ مطلع ماده تكسر الايوتاكس اللي بيعمل اصلا كيموتاكسس. اما خطوه ان جسمك يطلع بروتيوليتيك انزايم اللي هو البروتييز، يقوم جاي الدوده مطلعه المنسز سيربنز. اما خطوه الاتاك باي رياكتيف اوكسجين، يعني ان جسمك يهاجم بالاكسجين اللي هو اسمه H2O2. كلمة رياكتيف اوكسجين اللي هو H2O2 اللي كنا قلنا اصلا بيقتل الديدان. يعني ان جسمك يطلع H2O2 يقتل الدودة، تلاقي الدودة قامت جاية مطلعة مواد انتي اوكسيدنت، والانتي اوكسيدنت دول بيكسروا ال H2O2 بيطلع مواد اسمها انتي اوكسيدنت. انا عاوز هنا يا جماعه ثلاث خطوات وثلاث مثبطات. من الخطوه الاولى الكيموتاكس، مين يبوظها؟ الكيموتاكس يبوظها البروتييز. تاني خطوه ان جسمك انت بيطلع بروتييز، مين اللي بيبوظها؟ الهلمنس سيربنس. ثم ان جسمك يصنع H2O2، مين اللي بيبوظها؟ الهلمنس انتي اوكسيدنت. وده كده شابتر الباراسايت اجينست او الاميونيتي اجينست الباراسايت. السؤال المهم فيه قوي ايه بقى؟ علمنا على الاسئله اقولها لك دي. صفحه 68، صفحه 68 من تحت. الطافي بلاد برو انتجن بتاعت البلازموديوم فيفكس. وفي صفحه 69 اللي هم مين الناس المقاومين للبلازموديوم؟ مين الناس اللي يجي لهم او الناس اللي ما يجي لهمش عدوى بلازموديوم؟ طبعا العوامل بقى اظن تعرف تقراها، ان السبيشيز ان الانسان مقاوم، الريس البيض بيقولوا اكتر من السود، والايدج بتاع السن سواء اقل من 5 سنين. طبعا بتقرا الكلام ده كله، انا مش بقول لك ده عشان تبص على ده بس، انا بقول لك ركز على دول اكتر انما بتقرا الكل. طبعا الجزء ده 69 من تحت انت عارفه ومحتاج تذاكره اصلا، النت والاكواير. والجزء بتاع صفحه 70 ده كله برضه مجرد قراءه بالنسبه لك، ولو ما قراتوش يكفيني انك تعرف ان السيل ميديت بتبقى من خلال انت كاتب عندك التي سي والماكروفاج والهيومورال بالانتي بودي. بس الجدول يتحفظ، الجدول يتعرف مين تي اتش 2 وتي ريجولاتوري ومين تي اتش 1. بالنسبه للاوت كوم اللي هو صفحه 73، جزء التايب 1 و2 و3 و4 هايبر سنسيتيفيتي امتحان لا خلاف عليه، وجزء الاميون ايفيجن كله بتسيف في اي حاجه. يعني هو اصلا اخر صفحتين دول بتسيفهم في اي حاجه بالنص. كان في سؤالين اتقالوا في المحاضره اسالكم عنهم برضو نشوف كده. السؤال الاول كان بيقول which of the following is type 4 هايبر سنسيتيفيتي؟ اي ما تايب 4 الاختيارات، انا عايز اقول لك اختار تقول كل اختيار تايب ايه. مالاريا النيفروتيك سندروم، النيفروتيك سندروم بتاع انا عايز تايب كام؟ قول لي انت بقى. المالاريا ده كان تايب؟ تايب 3. الشيستيسومال بريبورتال فايبروزس دي التايب 4 بقى. امال لو قلت لك الانافلاكسس نتيجه رابشر هايداتد سيست، ده اول واحده هايداتد سيست. امال لو قلت لك سيركاريال درماتيتس، بس انا اللي هقول ده عشان في حد في الكتاب. السيركاريال درماتيتس هي السكومر اتش، سيركاريال درماتيتس هي السكومر اتشنج. فاكرين كلمه السيركاريا كانت بتعمل في الجلد؟ خليك تهرش، هرش الجلد اسمه درماتيتس اهي. سيركاريال درماتيتس التهاب الجلد في السركاريا، ده نفس كلمة سومر اتش. جاب لك السومر اتش ماشي، جاب لك سركاريا درماتيتس تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي. السؤال الثاني بيقول افريكان تريبانوسوم اسكيب الاميون سيستم بار،
الافريكان ترابيزوم كانت بتهرب من الاستنبار اول حاجه بقول لك انتيجين ديسجيوز ما كانتش ده تبعنا هيدنج اوف انتيجين انسايد السيل تهرب جوه الخليه ما جبناش سيل في الخليه انتيجينيك فاريشن هي دي بقى مال فورميشن اوف سيست هل هي تبع فورميشن اوف سيست لا انا اقصد ممكن يعمل حاجه بقى السؤال ده مين السؤال ده جه عشان كده انا قلت لك حاجتين اتنين هما اللي هيجوا في الامتحان يا اما يسالك في الطايب بتاع الهايبر سنسيتيفيتي اللي هو اي من مالي الطايب كذا هايبر سنسيتيف ده سؤال اساسي او انه يقول لك الدوده الفلانيه بتهرب من المناعه ازاي ولو جه سالك وقال لك الدوده اللي اسمها شيستوسوما مانسوناي الادلت شيستوسوما مانسوناي اللي كانت بتعمل كوت عايز اربط علينا على كل دوده بتهرب ازاي الشيستوسوما مانسوناي اللي كانت بتعمل كوت اللي هي انتيجينيك ديسجيوز الشيستوسوما مانسوناي ده من اللي كانت بتعمل انتيجينيك ديسجيوز بتوع الانتراسيلولر تكتب لي عند انتراسيلولر كده هايد انتيجين انسايد السيل هايد انتيجين انسايد السيل بتخبي الانتيجين جوه الخليه ومين هم قلنا بلازموديوم وتي كروز وتوكسوبلازم والليشمانيا بتوع السيست اكتب لي هايد انتيجين انسايد السيست هايد انتيجين انسايد السيست اللي هم كانوا مين التوكسوبلازم والتروكينيلا والايكينوكوكس ومين بتوع الانتيجينيك فاريشن الداتا اللي قلناها اللي يعملوا اميون سبريشن وطرق الاميون سبريشن قلناها بس السؤال الاشهر هنا يقول لك الدوده الاتيه بتتغلب على المناعه ازاي؟ انت بتعرف كل دوده بتتغلب على المناعه ازاي؟ وده كده الشابتر بتاع الاميونيتي اجينست الباراسايت انفكشن